السلام عليكم، ازيكم؟ كيف اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين وبالف صحة وعافية. كيف مع رمضان؟ ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية واليمن والبركات، وان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الليلة عاوز اعمل معاكم، هنعمل يعني يومين ورا بعض، كويس؟ في اليوم الاول هنا زي ما شايفين، اول حاجة لما قمت في الفترة الصباحية، ناس امنوا محمد طبعا حسي في اجازة، فالمهم بقينا شنو الأجل الأيام دي بنقوم براحتنا كده يعني. فالمهم لما قاموا فترة صباحية، عاملة كالعادة بتحب شوية توست، لكن الليلة حابة شنو أعمل لها شوية فيجي مايت مع شوية مربى، ومحمد ذاته الأيام دي بقى شنو بيحب شوية مربى مع السبريد بتاعت الزبدة وكده. فالمهم عملت لهم البريكفاست، فبعد ما عملت لهم البريكفاست اديتهم اكلوا، انا بعد ده بديت شنو اجهز لليوم ده. اصلا كنا فاطرين برا البيت، لكن كنت دايره اجهز معي شويه ابره عشان اشيل معي شويه ابره برضو. فالمهم زي ما قلت لكم، احنا تركنا عديل كده شراب العصائر في البيت في رمضان بالذات، والله اظن شربنا بس 3 مرات ولا 4 مرات طول رمضان. المهم ماشيين كويس يعني، وما حاسين بأي شيء، بالعكس بنحس كده بالراحة يعني بعد الإفطار. أنا وأبو عمنا طبعا عملنا شنو، عملنا برنامج كده إنه ما بناكل أكلات فيها سكريات ولا فيها مثلا يعني شهوم زيادة عن اللزوم ولا حلويات. فالمهم ماشيين تمام يعني، حتى بعد الإفطار حاسة إنه ما زي السنة اللي فاتت، كنا بس شنو بناكل على حسب نفسياتنا. والمهم عملنا البرنامج ده ماشيين عليه وحسي وكويس يعني، بجد حاسة بالفرق من السنة اللي فاتت، لأنه بعد الإفطار كده بنحس كده بروقان وبراحة، وما بنحس شنو إننا مردغين كده وتعبانين فترانين شديد كده يعني. ده كله بسبب يعني غايته أنا بالنسبة لي إنه لما بنشرب السكر الكثير والحلويات والأكلات الدسمة في رمضان بالذات. فالمهم ماشيين مع الروتين ده كويس جدا، فإن شاء الله ربنا يقدرنا نواصل في نفس البرنامج حتى بعد رمضان، لأنه بجد يعني طريقة كويسة جدا جدا، وإحنا بالذات يعني حاسين بالراحة مع البرنامج ده. فإن شاء الله نواصل برضو. ويلا هنا بعد ما حليت العصير رجعت الأبره في الثلاجة. أنا بمرات يعني لما ما أحل الأبره من بدري يعني باقي ساعات كده للإفطار، بس بحب إني شنو أضيف موية حارة كده للأبريل، وبترك الأبريل لحد ما يتحل. لكن لو فكرت كده كويس وجيت شاطرة من بالليل، بضيف شوية موية ولا كمية من الموية للأبريل، وبس بخط الأبريل يعني يا في الكاونتر برا يا في التلاجة، والصباح بس بحل الأبريل بالسكر. المهم هنا برضو عندنا دايرة عمل شنو، دايرة عمل سلطة التسوات، عملت معاكم قبل كده برضو، وحتى قريب ده برضو في الفيديو كان كيف ممكن تعملوا سلطة التسوات في البيت وفي طرق مختلفة. وأنا طبعا برضو بقيت أحب الزراعة، فشنو بستغل الأنواع اللي عندي هنا بيقوموا في البيت. حسي برضو عندي ما شاء الله لسه بنتجوا. فالمهم المرة اللي فات برضو كان شلتهم من هنا من الحديقة بتاعتي الصغيرونة في البيت، وزي ما شايفين أحجامهم برضو كبيرة ما شاء الله، وبرضو بتكبر أكتر من كده ولا أكبر من كده بكثير. فاستغليت جزء منهم هنا برضو عشان أعمل سلطة أسود الليلة برضو، وأنا بحب سلطة أسود شديد يعني. عندي كده فترة في حياتي ما أعرفة، بس كرهتها كان يعني، كنت عيانة وأكلتها وتاني من داك يعني، بس كل ما شميت ريحة سلطة الأسود كنت بكرهها. لكن تاني يعني أظن كان تقريبا 4 سنين أنا كنت بكره سلطة الأسود. لكن أخيرا رجعت الباكل يعني عادي حسي، والحمد لله وبحبها جدا جدا. وفي ناس كثيرة بتعملها طبعا بطرق مختلفة، حتى نحن هنا في البيت، لكن طريقة آخر مرة وريتكم ليها يا حتى الطريقة اللي برضو بعملها الليلة، الطريقة دي بحبها شديد. فمن قمت صغيرة لقيت أمي بتعملها بنفس الطريقة، رغم إنه حسي بعد مرات بتضيف يعني شوية خضروات زي الفلافل وكده، أنا ذاتي في بعض الأحيان. لكن المهم الليلة بنعمل طريقتنا اللذيذة الرهيبة اللي بنحبها. في ناس كتير حبت الطريقة اللي وريتكم في آخر فيديو كان لسلطة التسوت. وكمان يعني للأسف ما كنت عندي سلسل، فعملت كالآتي: عندي طماطم، ف
فقمت بس شنو فرمت الطماطم بالكبه وضفت على الطماطم شويه فلفل حلو عشان بس شنو اصنع الصلصه، لانه الطريقه اللي بعملها هسي بتحتاج شويه صلصه. فالمهم هنا بس خلطت الطماطم، وممكن برضو لو عندكم توم فريش ممكن برضو تخلط التوم مع الطماطم عاد هنا، وضفت هنا برضو زي ما شايفين ملعقتين من الفلفل الحلو، وهناك في الحلة ضفت زيت، وعلى الزيت ضفت الأسود وبس بحمرهم. وهنا بس خلطت الطماطم، وبعديها طوالي نجي أول حاجة نخلي الأسود لما يستوي شوية كده، اللي يستوي يعني نهائيا أظن، لأنه لحد ما شنو يتحرس لنا بعدين بحراسة بتاعت الفول يا كوباية يا ممكن تعملوا زي ما أنا بعمل هنا برضو. وطوالي جيت شنو وضفت الطماطم الخلطة، وضفت برضو شوية دكوة يا زبدة الفول السوداني، ضفت أظن 3 معالق كبيرة يعني، وضفت برضو ملح، وضفت برضو بودرة الثوم لأنه ما كان عندي ثوم فريش، وحنضيف برضو كمية من الليمون، الليمون برضو على حسب رغبتكم، لكن أنا بحب كمية من الليمون يعني في الأسود، حتى بعدين يعني لما أضيف الأسود في الصينية لما أنا دايرة أكل بضيف كمية من الليمون بس يعني رغبتكم على حسب الرغبة. فالمهم هنا عندي ليمون فريش كان، سفيت الليمون، وبرضو ما ننسى نضيف الشمار، وزي ما قلت لكم هنا أنا بحب إنه أفرز الشمار، كنت فرزت كمية هسي هنا جيت ضفت شوية من الشمار برضو، وكده بس خلاص يعني. وزي ما شايفين طريقة سهلة جدا جدا، وبجد يعني الطعم رهيب جميل جدا جدا. ما ننسى الثوم، وما ننسى الشمار، وما ننسى الليمون، ضروري جدا كل المكونات الدفتة ضرورية جدا جدا في الطريقة اللي عملناها يعني. فالمهم كده خلاص خلصنا، وبعد ما خلصنا بس بنتظر لحد ما تبرد، بفرز الكمية اللي أنا عاوزة. وبرضو آمنة محمد كانوا طالبين مني أعمل لهم نودلز، فعملت لهم النودلز، وبرضو كنت بعمل في دمع الدجاج، أنا ما أعرف ليه ضفت شوية لحمة، كان عندي شوية لحمة برا، فقمت شنو ضفت اللحمة برضو على دمع الدجاج يعني ما كان مفروض، لكن بس المهم ضفت اللحمة. والمهم كده خلاص خلصنا، وبعد ما خلصنا طبعا جهزنا، اليوم كان يوم الجمعة، وكالعادة كل يوم الجمعة كلنا بنمشي الجامع إلا لو آمنة في المدرسة يا حما بتقدر تمشي، فالليلة كلنا ما شاء الله كنا موجودين فطلعنا للجامع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ورحمتي وسعت كل شيء. فبعد ما رجعنا البيت الجو كان جميل يعني مشمس، فالمهم حبينا انه شنو نسقي خضرواتنا، فمحمد بالذات بيحب، الولد ده بيحب الباكيات شديد يعني، بيحب محل الخضرة زي كده تعالى لي بيكون لما اكون قاعدة هنا برا بحس بكل الاحاسيس الجميلة والراحة النفسية، ما اعرف ليه، لكن في علاقة كده يعني معينة بيني وبين الطبيعة، اقسم بالله بحس براحة عجيبة كل المهم محمد هنا حبيبي قاعد يسقي خضرواتنا برا. كيف أصبحتوا؟ كيف أمسيتوا؟ ولا كيف قيلتوا؟ وين ما كنتوا؟ نحن الحمد لله تمام التمام، طبعا نحن يا دوب كده أصبحنا تاني يوم، وزي ما شفتوا امبارح كنت عاملة شوية من سلطة الأسود، وكنت عاملة برضو شوية من دمعة الدجاج، وفرستهم طوالي،
وقال لي منكم 8 الصباح كده، والله ما عندنا في ساعة ولا اي حاجة يعني. فانا ذاتي في ناس بيقولوا لي مثلا انت كل يوم بتعملي كل الحاجات دي؟ لا ما كل يوم، انا ذاتي بمر بايام كده يعني ما داير اعمل اي حاجة في اليوم ذاك يعني. حسي الليلة مثلا ما داير اعمل اي حاجة، رغم انه الجو جميل الليلة يعني زي ما شايفين المطر صابة من الصباح، فالجو رهيب برا وحاسة كده يعني انه الجو منعش كده. والمهم لكن انا شخصيا انا حاسة اني مردغة كده وفترانة وما عندي نفس انه اعمل اي حاجة الليلة. فالمهم ما داير اطبخ وكان نظافة، ومبارح انا وابوامنا بعد الاكل برضو نظفنا البيت ورتبناه. فالمهم اصبحنا حاسه كده وما عندي نفس اعمل اي حاجه ولا اطبخ برضو. فعشان كده يعني فكره انه افرز مريحاني جدا جدا. ليه؟ لانه حسي يعني ما دايره اطبخ الليله كويس، لكن عملت الاكل اصلا في بعض الاكل اصلا كنت مفرزه ايام الفات، وبرضو امبارح فرزت من دمعة الدجاج ومن سلطه الاسود. فبس بمرقهم حسي من الفريزر وبسخنهم بعدين في الافطار. وبرضه في ناس يعني محتاجين وبيحتاجوا في بعض الاحيان يعني بيقولوا انه شنو، هل لما انت تفرز الاكل وتجي تسخن الاكل هل الطعم زي وزي الفريش؟ ايوه ممكن يكون زي وزي الفريش، وبالفعل يعني انا غايته عن تجربتي زي وزي الفريش، لكن بس بتوقف على طريقه التفريز يعني. فيعني تعملوا كالاتي، انا بعمل كالاتي يعني بعد ما خلاص الاكل استوى بنتظر لحد ما الاكل يبرد، بعدين شنو على طول بفرز الاكل على حسب الكميات اللي نحن بناكلها، وبدخل الاكل الفريزر طوالي. لكن ما ممكن يعني اخلي الاكل يبرد وادخل الاكل في الثلاجة وافكر ثاني يوم يلا شنو انا كان المفروض افرز الاكل، فشنو تاني بجي وبوزع في المهم اكياس ولا اي شيء وبدخلهم الفريزر. لما اجي اسخن الاكل افكوس يعني اكيد الطعم هيختلف شويه ما زي وزي الفريش. فضروري جدا انه بعد ما انتظرنا الاكل برد طوال ندخله الفريزر على طول كميات مناسبه، على اساس انه ما ممكن نطلع نفس الاكل من الفريزر ونسخنه وناكل منه وتاني نرجعه الفريزر، على اساس انه بعد يومين ثلاثه تاني نطلع وتاني نسخن منه ايوه ما بكون فريش يعني الطعم ما حيكون زي الفريش نهائيا. لكن لما توزعوا على كميات مناسبة وتدخلوهم الفريزر مهما طال الزمن يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة، لما أجي وأطلع الحاجة اللي فرزتها يعني الطعم بيكون زي وزي الفريش والشكل زي وزي الفريش. لكن مهم جدا طريقة التفريز طبعا، وعلى حسب المعقولات في طرق مختلفة على أساس إنه كيف ممكن نفرز. لكن يعني لأكلاتنا السودانية ولا ملاحاتنا وكده أنا بفرز كده يعني بالطريقة دي. بقسم على الكميات اللي بنحتاج لها فقط في اليوم ده. طبعا يعني ما بعمل كميات عشان تقعد لي مثلا شهور وكده يعني، لا بس يعني خلال الاسبوع ولا اسبوعين الجاي يعني لو ما عاوزة مثلا اعمل ملاح ولا كده عادي ممكن افرز يعني. لقيت ده طريقة سهلة جدا جدا بالنسبة لي وموفر لي زمن وكيد عشان ما شنو اكون واقفة. وبصراحة يعني اكلاتنا يعني جميلة كل شيء واو اكلاتنا الشعبية دي، لكن شنو بتاخد مننا وكيد في المطبخ كويس. ما زي مثلا انا بحب انه اطبخ معقولات اسويها برضو لكن سريعة يعني وسهلة، لكن معقولاتنا بتاخد شوية وقت وبتحتاج لانتباه يعني، فبتلقي نفسك واقفة. فالمهم انا بس حبيت برضو اشرح للناس المحتاجين، وبرضو انت ذاتكم جربوا في انفسكم يعني ممكن تجربوا حاجة بسيطة وتشوفوا يعني لو الطريقة نجحت معاكم بجد يعني توفر لكم وقت، وخاصة في رمضان افترض انه شنو نوفر الوقت للعبادة واشياء تانية يعني. فالمهم حبيت اشرح للناس دي وناخد راحتنا وبعدين نقوم زمن الافطار عشان ما نجهز الافطار. فهنا عندنا كمية بسيطة من دمعة الدجاج فرستها على حسب الكمية بس اللي بنحتاج لها، وهنا حسيت انه فرست كمية كبيرة يعني من سلطة الاسود، بس يعني عاوزين حاجة كده بسيطة لكن ما فرقت ممكن ارجع الجزء الثاني في الثلاجة عادي لتاني يوم ولا حاجة. فالمهم دخلنا غرفتنا لانه الجو كان بارد وشغلنا لنا موفي وكنا دايرين بس نقعد ريلاكس كده شوية. وآمن ومحمد حبوا إنه يستخدموا آيباداتهم لكن ما بديهم يعني لفترة طويلة خلال اليوم في أزمان معينة كده وبنشيلها حتى لو في إجازة. فالمهم شكل بريك كده بس أديتهم الآيبادات وأنا برضو كنت عندي نوتس داير أكتبها، وبعدين يعني طالما ما دايرين يشاهدوا فأنا غيرتها لمحاضرة إسلامية حضرتها شوية. وبعديها طلعنا من الغرفة وقعدنا برا شوية وزمن الصلاة فصلينا
وبعديها طوالي قمت عشان أجهز الإفطار، فما في شي كان، بس دايرة أسخن الأكل لأنه أصلا يعني كنت عاملة حتى العصيدة من اليوم القبل، وبس خطيت العصيدة في التلاجة عادي يعني، وسخنتها تاني يوم وطلعت جميلة وزي العجب. المهم يلا بينا حسين أجهز الإفطار. فالمهم بعد ما خلصنا من الإفطار برضو عشان الأطفال كانوا موجودين في البيت، فحبيت إنه شنو نعمل شوية فاكيوم قبل تاني يوم عشان برضو نقوم ونلقى الواتا ولا الحتة مرتبة. فمحمد بقى شنو، محمد بيحب المساعدة الشديد يعني، يحب يساعد الناس ما شاء الله عليه، فطول اليوم بكون شنو واقف جنبي يقول لي ماما دايرة أساعدك يعني، أديني حاجة أعمل ليكي أي حاجة أنا بسوي، بيجي يقول لي شنو دايرة أساعدك. الله يخليه. فالمهم كان حابب انه يعمل لي فاكيوم، خليته وديته برضو، ما هو لازم نخليهم برضو شنو يتداخلوا في الحاجات دي ويساعدوا في البيت عشان يتعودوا ويتعلمهم كمان. وبعديها انا شلت منه الفاكيوم وبرضو عملت فاكيوم للبيت ورتبت المطبخ والصالة والغرف، ولكده انتهينا يومنا الليلة، وان شاء الله تكونوا قديتوا زمن جميل معانا، ولحد المرات الجاية نشوفكم على الف الف خير، ورمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد علينا عليكم بالصحة والعافية واليمن والبركات، وربنا يتقبل منا ومنكم صيام وخيام وصالح الأعمال، ولحد المرات الجاية نشوفكم على الف خير. مع السلامة.